بمناسبه الاهلي والزمالك، في وقت انت كنت مكسر الدنيا مع النادي الاهلي، جيل ذهبي في النادي الاهلي، الاسماء اللي كانت موجوده وانت من العناصر الاساسيه، مش مجرد بس موجود في الجيل الذهبي، في اسماء عدت على الجيل الذهبي يعني عدت من جنبهم، بس انت من العناصر الاساسيه. الحمد لله. ازاي خرجت من النادي الاهلي؟ بص، هو في نقط كده الواحد برضو بيعتب على نفسه فيها، ان انا مثلا في اوقات كان تركيزي وحش، في شويه مشاكل حصلت مع مستر مانو جوزيه. انا لما سافرت السعوديه كان هو جه طلبني ان انا ارجع، فانا جيت قلت له لا انا عايز اكمل، فالديل بتاع النادي الوحده السعودي ما كملش، فرجعت بقى ما تأيدتش افريقيا. فدي كل ديت العوامل دي كلها ادت ان انا امشي من النادي. شايفها اخطاء من عندك في الاساس؟ اخطاء من عندي، واخطاء برضو يعني عارف انت برضو ايه، انا جيت في فتره كان عادي قليل قوي، يعني انا كنت باخد في النادي الاهلي 200,000 جنيه. يا سلام. في ظل كان ناس بتجدد بتاخد مثلا 400-500 وما بيلعبوش. فانا كنت بقول لهم انا عايز اجدد عقدي واعدله، ازود سنين واعدل عقدي وكده. فكانوا يعني هي دي النقطه اللي كانت فيها، فلما جم قالوا لي هنزودك، فكان هيزوديني رقم قليل 30,000 او 50,000. فقلت لهم مش ده اللي انا يعني بحلم بيه او اللي انا عايزه يعني. فقلت لهم خلاص لما اجدد. فهي دي كانت النقطه اللي يعني عارف ايه كانت بتأثر عليه جامد جدا يعني. في 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 النقطه دي كنت حاسس ان هم مش مقدريني كويس. في نادي الزمالك اتقدرت ماليا؟ لا برضو نفس الموضوع. كنت برضو رحت انا بقى في نادي الزمالك ما فكرتش برضو في الفلوس، كنت باخد 800,000 ساعتها، كان ساعتها ال رقم عالي اهو. رقم عالي اهو. لا كان ساعتها في ناس بتاخد 3-4 مليون وكان اصلا. تمام. فاخدت ما فكرتش في الفلوس خالص، ان انا كنت عايز العب وكنت مثلا عايز اثبت نفسي وكده. برضو المشاكل اللي حصلت في نادي الزمالك ان ما فيش فلوس خالص. يعني انت عارف انت ان انت مثلا حد كان ساعتها إن مثلا كان مره كنا هناخد 25%، فال 25 قالوا لنا هنديكوا 12، فال 12 ما فيش. وبعدين جينا فتره ان احنا بنسافر عشان نجيب فلوس للموظفين يقبضوا، مش لينا يعني، مش لينا احنا، لا للموظفين. فدي برضو كانت هنا وهنا. لو الوقت رجع بيك تاني كنت هتفضل في النادي الاهلي بنفس الرقم؟ يعني ايه؟ يعني ما كنتش هتتضايق من قصه الفلوس، وكنت تقبل العرض بتاع النادي الاهلي وشروط النادي الاهلي والزياده بتاعت النادي الاهلي وما تروحش نادي الزمالك؟ لا والله. بص انا مبسوط ان اللي حصل لي ده كله، يعني عارف انت المسيره كلها كويسه يعني. الحمد لله رب العالمين. اهلي زمالك منتخب مصر مش عارف. بس في الاخر انت بتبقى نفسك في حاجه، نفسك تعمل حاجه، بس في الاخر ربنا هو اللي بيودي لك، او بيبقى عارف انت ايه. بتروح مثلا مشيت من النادي الاهلي بسبب حاجه، مشيت من نادي الزمالك بسبب حاجه، مشيت من نادي. طب انت علاقتك بمين احسن دلوقتي، النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ والله بص النقطة دي يعني مثلا ايه، اجي انا ببص دلوقتي اجي ابص على النادي الاهلي يقول لك لا ده راجل خنا وراح الزمالك. تمام. النادي الزمالك اقول لك ده مش ابننا. فتحس ان لا خدت ده ولا ده بالظبط. ده احساسي. ممكن اكون غلط. بس ده انا يعني انا مش هخش نادي الزمالك ادرب. صح ولا غلط؟ هيقول لك ده مش ابن النادي الزمالك، ده راجل جه قعد معانا سنتين ومشي. وناس كتير مش هتقبل، ومدربين كبار مش هتقبلوا، انت فاهم؟ ارجع النادي الاهلي، النادي الاهلي يقول لك دخلنا ومشي وسابنا وراح الزمالك، بس انا مش انا اللي مشيت. طيب السؤال بقى، انت نفسك لو جالك دلوقتي في هذه اللحظه من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك عرضين للتدريب، تختار منهم ايه لو الاثنين في نفس التوقيت؟ السؤال ده صعب صراحه، لان انت لما تيجي تختار من يعني عارف احسن ناديين في مصر، ما مفهوم، واحسن ناديين في افريقيا، بس مين هيكون عايز حسن مصطفى؟ الاثنين يعني الاثنين عايزينك اهو دلوقتي. انت عرض على الترابيزه اهو، انا بديك عرضين من الاهلي والزمالك ولازم تختار منهم واحد. هو لا صراحه السؤال صعب، لان الواحد ما عارف. انا دلوقتي حسن مصطفى ساعات في اوقات ببقى خايف ان انا اقول انا مثلا زملكاوي او ان انا اهلاوي عشان ما ازعلش حد من الجمهور، لان بحس ان الجماهير بتحب النادي قوي. صح. كل واحد بيحب نادي جامد قوي، ده طبيعي يعني، بيحب اكتر من مصر. يعني في اوقات في بطوله افريقيه، بس ده مش المفروض يحصل كده. ده منتخب مصر، وخلي بالك هو ده وده وقع المنتخب في البدايه. طبعا. لان انت لما جيت تقول ليه ما خدتش طارق حامد، ليه اخدت حمدي، ليه اخدت السوليه، ليه ما خدتش مش عارف ايه، ليه اخدت فلان، وانا منتخب مصر فوق الجميع واهم من اي حاجه. طبعا. فهي دي كانت مشكله من المشكلات. بس اللي انا اقولك ان جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الاهلي، جمهور نادي الاسماعيلي، جمهور نادي المصري،
كل الجماهير فجمهور نادي الاتحاد كل دول بيحبوا ناديهم قوي قوي، حتى لو انت مثلا في نادي الاتحاد وجيت تقول ايه والله انا من ابناء الزمالك او الاهلي، تلاقيهم زعلانين والموضوع كبر قوي صح. مش عارف ليه. ما هو طبيعي، اصل هو طبيعي انت بتحب فرقه وطبيعي منتمي الفرقة، اي حد بيحب الكوره بالمناسبه بما فيهم الاعلاميين اللي دايما غصب عننا بنقول ان احنا محايدين بس كده كده اي اعلامي في الدنيا حب الكوره عشان بيحب فرقه. بالظبط. حضرتك لعبت كوره عشان بتحب فرقه ولعبت لها وهكذا يعني. وفي اوروبا مثلا الناس بتطلع يعني مثلا تطلع في التلفزيون تحتفل بفريقها اللي بتشجعه، هو مثلا اعلامي او محل بس عادي، ما انا عشان الناس عارفه ان انا بشجع الفرقه الفلانيه. بس بحس بره الموضوع اهدى من كده. ايوه ما طبعا مش كده يعني. مثلا كريستيانو راح مانشستر وبعد كده رجع ريال مدريد، راح ريال مدريد وبعد كده رجع تاني، بس هو بيقول لك انا بحب يعني انا بحب ريال مدريد. بالظبط. عادي عادي، مفيش مشكله. جاي لينكر مثلا كان بيلعب في توتنهام، ده اعلامي كبير يعني في انجلترا، يبقى ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد طالع هو في البرنامج بتاعه عمال يحتفل بتوتنهام كده كده معروف ان هو توتنهام، مش هيطلع بقى.